خافوا ربي في النحالين، خافوا ربي جارك مقابلك نحال، على الأقل شاوروا وعلى يعني وعلى يعني يرضيكم هذا الشيء، هذا يرضيكم هكذا، يرضيكم هكذا، ها يرضيكم هكذا تقعد يقعد النحال يعني هكذا وعلى يعني وعلى وعلى يعني وعلى هكذا يرضيكم النحال هكذا خاوتي يرضيكم هكذا، هذا يرضي ربي. ما عليهش كي نحل نعيط للنحال نقول له يا خويا راني رايح ندير المبيدات الحشريه، ما عليهش ممكن ضروريه للفلاحه نتاعك، مي على الاقل النحال يلقى فيه يهرب صنادقو 4 أيام ولا 5 أيام، نجي نلقى المنحل مليح وبدا يجمع في العسل وكذا، وواحد يطلع له المورال، ومن بعد يجي فلاح ما كاينش المسؤوليه خلاص يدير لك هكذا وعلى يعني هاو بالعسير. شوفوا اخوتي باش تتاكدوا باللي ما نحيت، شوف وعلى يعني علاه علاه هذا يرضيكم ربي هذا النحل قاع يموت وعلى يعني علاه يعني علاه جهد نتاع اكثر من 3 سنين و 4 سنين روح هباء منثورا هباء منثورا ها هباء منثورا ها وعلى لو كان غير راني قال كاين تدعيم الدوله ولا راس مالك راس مالك وزيد يروح هكذاك ها ترفد النحل عمرك ولا ترفد النحل بهذه الطريقه وعلى يعني علاه هاي بالحضانه جديده ها هاي الحضانه راح تخرج جديده يا النحال يا الفلاحين خافوا ربي ها واحد زوج ثلاثة أربعة وهذا مزك ما كشفتوش وهذا كيف كيف وهذا وهذا ها ها وعلى يعني وعلى أخاوتي وعلى يعني جهد انت عام روح هكذاك وعلى شوفوا أخاوتي شوف علا يعني وعلى ونحلي بورتو شرس جدا وهني هني هني بكشف على يدي وعلى شوف شوفوا أخاوتي شوف هذا وش هو هذه وش هي شوفوا هذا وعلى ها منحل كامل السلام عليكم هباء منثورا ورانا نحالي ما كان حتى سبب يقتل النحل بهذه الطريقة قل المبيدات الحشرية خافوا لنا ربي وعلى يعني يا جماعة وعلى جهد انت عفل في السنين ذلك هكذا هاني مروح مباشرة انا روح السلام عليكم مصروف الجيب ما كانش ومن بعد جيت تلقاه يخدم الواحد قد ما يخدم ويزيد يقول لك راك ترى راك توكل فيها وراك متغشو وش